بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بيكم، منورين يا جماعة. النهاردة إن شاء الله هنكمل المحاضرة رقم 3 في أساسيات التبريد والتكييف. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على دورة التبريد بانضغاط البخار، وفي نهاية السيشن بتاع النهاردة إن شاء الله أنا بعت ملف إكسل فيه خريطة، يعني هنشتغل عليه بدل ما نفتح ورقة وقلم رصاص ومسطرة والكلام ده. لا، أنا الموضوع أنا مسهله خالص. خريطة هنفتحها وهنشتغل عليها، بس ده إن شاء الله في نهاية المحاضرة بتاعت النهاردة. النهاردة إن شاء الله هنتكلم بقى على دور التبريد بانضغاط البخار. يعني موضوعنا النهاردة إن شاء الله هنتكلم على مكونات دائرة التبريد الأساسية، نظرية عمل أي دائرة تبريد، والموضوع ده إن شاء الله إحنا اتكلمنا فيهم قبل كده. تالت نقطة هنتكلم على أساسيات رسم محطة البي اتش ومحطة الانسياب لدور التبريد. رابع نقطة هتكلم على إزاي أحسب السوبر هيت والساب كولينج، والكلام ده اتكلمنا فيه المرة اللي فاتت، بس النهاردة هنعمله بقى بالحسابات. ما دام موجود شغل خريطة نشتغل عليه، وناخد مثال بسيط كده لحسابات بسيطة لدائرة التبريد. آخر حاجة هعرف العوامل المؤثرة على أداء دورة التبريد. دول الست نقط إن شاء الله اللي إحنا هنتكلم فيهم النهاردة. أول حاجة مكونات دائرة التبريد الأساسية. طبعا اتكلمنا في الموضوع ده المحاضرة اللي فاتت والمحاضرة قبلها، وقلنا أي دائرة تبريد بتتركب من 4 أجزاء أساسية. قلنا كومبريسور، كوندنسر، اكسبانشن فالف، ايفابوريتور. ما ينفعش اي جزء من الاربعه دول ما بقاش موجود، مش هتبقى دايره تبريد ولا تكييف. وطبعا الكلام ده اتكلمنا عليه لما قلنا نظريه العمل اللي هنقولها دلوقتي. احنا في البدايه قلنا الايفابوريتور، الموضوع بيجي كله من المبخر، انا هعمل تبريد، كل الموضوع كله هيجي من المبخر. ايه اللي هيحصل؟ المبخر جاي له مركب تبريد في صوره سائل. جاي له منين؟ جاي له من الاكسبانشن فالف. الاكسبانشن فالف بيعمل ايه؟ بيعمل على خفض ضغط مركب التبريد من منطقه الضغط العالي اللي هي كوندنسر لمنطقه الضغط المنخفض. اول ما يخش منطقه الضغط المنخفض ايه اللي هيحصل؟ طبعا عندي الضغط المنخفض داخل الايفابوريتور، هيسحب الحراره من الجو المحيط فيحصل غليان لمركب التبريد، وهيصاحبه تبخر لمركب التبريد، تحويله من الصوره السائله لصوره البخار. التبريد جه منين؟ من سحب الحراره. مركب التبريد عشان يغلي محتاج اللي هو يسحب حراره، يبقى عشان يتحول مركب التبريد من صوره لصوره، من ليكويد لفيبور، محتاج يسحب حراره. هيسحبها منين؟ من الوسط المحيط بالايفابوريتور. وكده انا عملت الحاجه اللي انا عايزها، التبريد لو يسحب حراره من مكان، سحب الحراره، تحول مركب التبريد من سائل لبخار. تمام، انا محتاج ان انا ارجع مركب التبريد تاني للايفابوريتور في صوره سائل. مركب التبريد عشان يرجع الايفابوريتور في صوره سائل لازم اعمل له حاجتين، لازم اضغطه ولازم اكثفه. اضغطه يبقى انا محتاج الضغط، هيعمل ضغط مركب التبريد، رفع ضغطه ودرجه حرارته، وهيقرب جزيئات الغاز من بعض. طيب هيخش على الكوندنسر، الكوندنسر محتاج ان انا برده عشان يحصل تكثيف لمركب التبريد. يعني ايه تكثيف؟ يعني تحويل مركب التبريد من فيبر لليكويد، من بخار لسائل. يبقى انا محتاج ابرد الكوندنسر عشان يحصل تكثيف لمركب التبريد، وبالتالي هيطلع مركب التبريد من الكوندنسر في صوره ليكويد. ارجع للعمليه تاني، ادخله على الاكسبانشن فالف اللي هو بيعمل على خفض ضغط مركب التبريد، وهكذا الى الايفابوريتور. دول ال4 أجزاء الاساسيه في مركب لدائره التبريد. طب نيجي بقى ناخد اساسيات بقى مخطط البي اتش. الدائره دي مهمه جدا، اللي هي هتوضح لي نقط كتير وفي الحسابات هتفيدني كتير قوي، لان في الفتره اللي فاتت جات لي اسئله كتير، وكانت اسئله كويسه جدا، وان شاء الله جمعت انا الاسئله ديت وهنحاول احنا نعرضها، لان شكلها كده في ناس كتير بيقعوا في بعض اخطاء، وهي هنتكلم عنها ان شاء الله الفتره الجايه عشان ايه موضوع الوقت. خريطه البي اتش، البي اتش دي خريطه
بين الضغط والانصلاب، علاقة بين البريشر والانصلاب. من خلال هذه الخريطة بقدر احسب التأثير التبريدي للمبخر، اقدر احسب الشغل اللازم للضغط، واقدر احسب الحرارة المزالة من الكوندنسر، واقدر اشوف معامل الاداء بتاع الدايرة، وبالتالي اقدر اجيب السوبر هيت والسب كولينج، اقدر احسبهم من على الخريطة. نبص مع بعض، الخريطة بسيطة جدا، ادي بريشر اللي هو الضغط، وادي الانصلاب. الكيرف ده خط التشبع، ده خط التشبع. عندي هنا نقطة حرجة، نقطة حرجة بتفرق خط التشبع البخار عن خط التشبع السائل. زي ما انت شايف كده، الخط ده ساتوريشن فيبر، ده خط التشبع البخار لحد النقطة الحرجة، ومن هنا ساتوريشن ليكويد، خط تشبع السائل. يعني اي حاجة بتقع على الخط ده فهي تعتبر 100%، يعني هنا 100% بخار، هنا 100% سائل. طب اللي بينهم هما الاثنين، سائل زائد فيبر، ليكويد زائد فيبر. طب بالنسبة للمنطقة دي فيبر فقط، وهنا اللي بيتم عملية التحميص. يعني انا لو رفعت درجة الحرارة عن الخط ده يبقى انا كده دخلت في منطقة التحميص، وهنا نفس الكلام، احنا قلنا دوت سائل، اللي بيقع بعدي ليكويد، ليكويد 100% مفيش اي نسبة من البخار. طب هنشوف الكلام ده مع بعض. في بعض التعريف اللي احنا ناخده على الخريطة، مثلا انصلبي، يعني ايه انصلبي؟ هتيجي تقول لي انتروبي، يعني ايه انتروبي؟ الانصلبي هو خاصية من خواص النظام، وهو بيساوي مجموع الطاقة الداخلة مضاف اليها طاقة السريان لو حصل ضرب الضغط في الحجم. وحدة الانصلبي كيلو جول لكل كيلو جرام. بعد كده عندي الانتروبي، الانتروبي ملوش تعريف محدد، في ناس كتير عرفته. بقدر اقول هو كمية الطاقة الغير متاحة للكون بعمل في نظام فيزيائي، وفي واحد اطلق عليه مصطلح الانتروبي قريب من كلمة تروبيك اللي هي التحول، واختيرت لتكون اكبر ما يمكن من كلمة الطاقة اللي هي الانرجي. الضغط احنا عارفينه اللي هو القوة المقصورة على وحدة المساحة اللي هو البريشر. خريطة الضغط والانصهار زي ما اتكلمنا، نيجي بقى بالتفصيل. عندي خط التشبع بيفصل هنا النقطة الحرجة، هنا خط تشبع البخار، وهنا خط تشبع السائل. هنا غاز محمص او بخار محمص، هنا اليكود سائل فقط. اللي بين الاثنين الخطين دول، المنطقة دي كلها ميكس فيبر زائد ليكويد. اما اي نقطه تقع بره الخط ده، يعني احنا بنتكلم هنا بنكمل بنتكلم على بخار محمص، وهنا بنتكلم على سائل 100%. نيجي بقى الخطوط الموجوده على الخريطه. الخطوط اللي جايه بالعرض دي خطوط البريشر اللي هو الضغط. الخطوط اللي بالطول دي خطوط الانصلبي. خطوط اللي جايه بالميل ده دي بثبوت الانتروبي زي ما احنا شايفين كده. دي طبعا هتفيدنا لما بنيجي نطلع من نقطه واحد للنقطه اتنين اللي هو شغل الكمبرسور، من واحد لاتنين هنقول الكلام ده دلوقتي واوريه لك. بس اهم حاجه الخطوط دي اللي هي خطوط الانتروبي. درجه الحراره مهمه جدا، نبص كده مع بعض. درجه الحراره اهي جايه كده اهي، تقدر تقراها هنا او تقراها هنا. درجة الحرارة شوف كده نفس الكلام، دي درجات ايه، خطوط درجات الحرارة. اللي انا ممكن اقول لك مثلا بدل ما اقول لك ضغط الكوندنسر كذا اقول لك درجة الحرارة في الكوندنسر كذا، يبقى انت عرفت اتعامل الخط هنا اللي هو الخاص بضغط او درجة حرارة الكوندنسر. خطوط ثبوت الحجم النووي، خطوط الحجم النووي زي ما احنا شايفينها اللي هي جايه بالميل ده، الكلام ده هوريلكم على الخطوط دلوقتي كمان. نيجي بقى نمسك الدايره عامه، عند الاربع اجزاء الاساسيه اللي احنا اتكلمنا عليهم، كومبريسور، كوندنسر، اكسبانشن فالف، ايفابوريتور. يعني مثلا همسك الكومبريسور، قبليه احط نقطه وبعديه احط نقطه، يبقى قبليه هقوم حاطط مثلا واحد بعديه اتنين. هاجي بقى كوندنسر، قبليه وبعديه، احنا قلنا هنا اتنين نحط هنا بعديه تلاته، يبقى الكوندنسر بين اتنين وتلاته، الكمبريسور بين واحد واثنين.
الاكسبانشن فالف بين 3 و4، الايفابوريتور بين 4 و1. عايز امثل الكلام ده على خريطه البي اتش دياجرام، ابص كده من 1 ل 2 عمليه انضغاط اللي انا برفع فيه الضغط، مش احنا قلنا الضغط بيعمل على رفع ضغط مركب التبريد. واحد بيقول لي الشاشه راحت، الشاشه موجوده ولا في مشكله يا جماعه؟ في حد في الشات بيقول لي الشاشه راحت؟ الشاشة عندي موجودة يا دكتور، يا ريت لو الشاشة موجودة عند الناس كلها تضغط رقم واحد في الشات. واحد بقى انا مش سامع. الشاشه موجوده؟ موجوده. الصوت تمام؟ الصوت ممتاز يا دكتور. لا موجود صوت ولا صوره، كله تمام ماشي. هو الاغلبيه كده كله تمام. طب الحمد لله تمام. انا اسف ماشي تمام شكرا. واحد بيقول لي سوبر هيت، طبعا انا اتكلمت في السوبر هيت ده قبل كده وما فيش مشكله، احنا النهارده هنعمل حسابات للسوبر هيت يعني كده كده جايينها ما فيش مشكله. ماشي احنا قلنا كده من 1 ل 2، قلنا ده شغل الضغط اللي هو هيرفع فيه الضغط من نقطه 1 للنقطه 2، الضغط رفع ضغط مركب التبريد ودرجه الحراره، رفع الضغط ودرجه الحراره زي ما احنا شايفين كده. نيجي بقى من 2 ل 3، ده الكوندنسر، ضغط ثابت بيتم فيه طرد لدرجه الحراره، بيتم فيه طرد لدرجه الحراره. طبعا في الدايره لما اجي اقسمها الحقيقيه بيبقى في هنا في فقد في الضغط، بس احنا طبعا هنعتبر ان الضغط هنا ثابت واللي احنا ده اللي احنا شغالين عليه. اوريها لكم في العلية تبقى ان شاء الله تبقى عامله ازاي. ماشي نيجي بقى النقطه 3 ل 4، دي مرحله انخفاض الضغط خلال صمامه التمدد. احنا قلنا صمامه التمدد بيعمل ايه؟ بيعمل على خفض ضغط مركب التبريد من ضغط الكوندنسر لضغط الايفابوريتور. قلل ضغط مركب التبريد من نقطه 3 للنقطه 4، يعني من 3 ل 4 ده بيبقى الانصلب بتاعها 1، يبقى اتش 3 هي نفسها اتش ايه؟ 4. لو انا جيت نزلت كده وبجيب الاتش اللي هي الانصلبي هي اتش 3 هي اتش 4. المصطلحات بالعربي. طيب ماشي. تمام. نقطة بعد كده الايفابوريتور. الايفابوريتور الشغل بتاعه من 4 ل 1، ضغط هنا تقريبا ثابت. هنا بيتم امتصاص الحرارة من الحيز المحيط. نقطة 1 دي تعتبر اللي هي مدخل الضغط. ونرجع تاني من 1 ل 2. لو انا عايز اجيب الانصلبي بتاع النقطة 1 واخد خط لتحت واقرا هنا القيمة كام؟ كيلو جول لكل كيلو جرام، تبقى دي اتش 1. اطلع كده عند النقطة 2 اقوم واخد خط رأس كده لتحت واقرا هنا القيمة، الاتش بيساوي ايه؟ الانصلبي بيساوي كذا، الوحدة كيلو جول لكل كيلو جرام. 3 و4 قلنا 3 و4 الاتش بتاعهم واحدة، اتش 3 هي نفسها اتش 4، اقوم نازل تحت واقرا القيمة بتاعته. طبعا البي اتش موضوعها واسع جدا والتمثيل عليها شغل كتير. احنا هنتكلم في حاجه سيمبل، يعني احنا بنتكلم في حاجه بسيطه. انا يفيدنا من الموضوع اللي انا عايز اطلع منه من المحاضره دي، انا لو قدامي خريطه اعرف الخريطه دي بتتكلم عن ايه، لان هقول لك اهميه الخريطه النهارده في نهايه المحاضره لما نيجي نعمل حساباتنا، وتعرف شوف الحسابات اللي احنا كنا بنتكلم عليها وعليها كلام طلعناها من خريطه الضغط والانصلبي اللي هي خريطة البي اتش ديجرام. طبعا هنا انا بشرح بقول لك ازاي ترسم الخريطة زي ما انا اتكلمت دلوقتي من نقطة 1 لنقطة 2، ده عملية انضغاط، من 2 ل 3 كوندنسر، من 3 ل 4 اكسبانشن فالف، ومن 4 ل 1 ده الايفابوريتور. ده نفس الكلام اللي انا لسه قايله من شوية. طبعا عملية التحميص، في تحميص خط السحب وفي تحميص خط الطرد، ده في تحميص خط الطرد كمان. انا هكلمك عليها النهارده دي كمان. التبريد الدوني تاخد واحده واحده ان شاء الله. طيب انا خلاص انت قلت لي ضغط الكوندنسر كذا او ضغط المكثف كذا وضغط المبخر كذا، رحت جاي راسم الدايره هنا نقطه 1 هنا نقطه 2 هنا 3 هنا 4. طب انت قلت نقطه 1 انت هتجيبها تقاطع الضغط بتاع المبخر مع خط التشبع ده، انا كده جبت نقطة 1. طيب ماشي، ما حدش يقلق يا جماعة، لو حد مش يعني ايه مش فاهم ازاي هشتغل على الخريطة انا هعملها عملي.
يعني انا هجيب لك خريطه دلوقتي وهنشتغل عليها، بس انا مبدئيا بقول لك ادي ضغط المبخر وادي ضغط المكثف. بعمل اول حاجه ما بشوف الخريطه ومعمل هنا ضغط كده، وبعمل هنا خط هنا. تقاطع الخط ده مع خط التشبع دي نقطه واحد، وتقاطع الخط ده مع خط التشبع دي نقطه ثلاثه. يبقى انا كده جبت واحد وثلاثه واربعه، لان ثلاثه هي اربعه. جبت اتش واحد واتش ثلاثه واتش اربعه. طب اتش اتنين اجيبها ازاي؟ من نقطه واحد اقوم طالع خط بثبوت الانتروبي، الخطوط اللي انا وريتها لك اللي هي جايه بميل، اول ما يقابل خط الكوندنسر في نقطه تبقى دي النقطه رقم اتنين، اقوم نازل وجايب اتش اتنين. ده الشغل على الخريطه وانا هوريه لك دلوقتي. طيب عايز احسب شغل الضغط وعايز احسب الباور بتاع الضغط. شغل الضغط بقول هنا بسميه دبليو سي، ورك كومبرسور، بيساوي ايه؟ اتش 2 ناقص اتش 1. دي بقى مش عايزه حفظ، يعني انا بتكلم على كومبرسور، بتكلم على ضغط. ايه النقطه اللي قبلها وايه النقطه اللي قبلها؟ النقطه اللي بعدها وايه النقطه اللي قبلها؟ هنا 2 وهنا 1. يبقى لما اجي اتكلم على كومبرسور يبقى انا بتكلم على 2 و1. طيب شغل الضغط اتش 2 ناقص اتش 1 اللي هي بعدها الكبيره ناقص الصغيره، يديني هنا كيلو جول لكل كيلو جرام. طب انا عايز اجيب الباور، اقوم ضربه في الام دوت. ايه هي الام دوت؟ ده معدل سريان مركب التبريد ووحدته كيلو جرام على الثانيه. لو انا ضربت كيلو جرام على الثانيه في كيلو جول على كيلو جرام تطلع لي بالوات. يبقى انا لو عايز قدره ضغط بالوات اقوم ضربها في ام دوت اتش 2 ناقص اتش 1 تديني كيلو وات. طب بالنسبه بقى لكميه الحراره، هو من هنا الكوندنسر مش هيطرد حراره، طب انا عايز احسب كميه الحراره ديت، اقول ايه؟ اتش 2 ناقص اتش 3، اتش 2 ناقص اتش 3، ادي كوندنسر. بعدين نقطه 3 قبلين نقطه 2. لما اجي اتكلم على كوندنسر اجيب النقطتين اللي حواليه 2 و3، يبقى اتش 2 ناقص اتش 3 الكبيره ناقص الصغير، اتش 2 ناقص اتش 3. لو عايزها بالكيلو وات اضربها في ام دوت. هو معدل اسرائيل، معدل اسرائيل، لما اقول معدل يبقى انا بتكلم على تايم. يبقى دلوقتي كيلو جرام على الثانية. نيجي بقى الإجراء من أربعة لواحد الإيفابوريت اللي هو مهم جدا، كمية الحرارة اللي هيمتصها المبخر. هو بقى ده التبريد. كمية الحرارة اللي هيمتصها المبخر، دي أهم حاجة. إيه كمية الحرارة اللي هيمتصها المبخر؟ أجيب المبخر عندي أنا الإيفابوريت بنقول إيه؟ واحد وأربعة. واحد واربعة. كمية الحرارة المتصلة خلال المبخر طبعا هنا مكتوبة بالغلط، هي المفروض اتش واحد ناقص اتش اربعة، دي غلط. او ممكن اقول هنا اهم لو ضربتها في ام دوت هيبقى ام دوت اتش واحد ناقص اتش ايه اربعة تديني بالكيلو وات. يبقى دي اتش واحد ناقص اتش اربعة يا جماعة، هبقى اصلحها دي. نيجي مع بعض بقى. بصوا يا جماعة، انا هحدد نقطة على الخريطة اللي هي النقطة الزرقاء دي، ماشي؟ عندها عايز اجيب الضغط، وعايز اجيب درجة الحرارة، وعايز اجيب الانصاب، عايز اجيب كل حاجة. نبص كده هنتعلمها بقى مع بعض اهو. لو انا عايز اجيب الضغط نبص كده، اخد خط بالعرض، نقرا كده، او واخد خط بالعرض ورايح. دي ايه؟ 10. 10 ايه؟ بار. خلي بالك ان الخريطة دي ممكن تجي لك بالميجا باسكال، انا بتكلم على بريشر اللي هو ضغط، ممكن تجي لك بالميجا باسكال او ممكن تجي لك بالبار. خلي بالك بقى ايه الفرق بين الاثنين. الميجا باسكال بيساوي 10 بار، الواحد ميجا باسكال بيساوي 10 بار. يعني ممكن تروح في خريطه وتلاقي ديت مش 10، ممكن تلاقيها واحد، هتبص على الخريطه دي هتلاقي البريشر بتاعك بالميجا باسكال. هي هي. نكمل مع بعض. عايز اجيب الانصالبي، اخد خط عمودي لتحت او لفوق كام؟ الانصالبي 420 كيلو جول لكل كيلو جرام، او ممكن اجيبها من فوق، هي نفس الكلام، اجيبها من فوق 420 او اجيبها من تحت. طيب عايز اجيب الحجم النوعي، دي خطوط الحجم النوعي. بص الخط ده اللي جاي بالميل اهو، هنا بيقول لي الفي بيساوي كذا، هي الخطوط زي ما احنا شايفينها اللي هي تقريبا الزرقاء دي، وهي اللي موجوده على اخر الكيرف.
هنا كام؟ 20. بس 20 ايه؟ دي ام تكعيب على كيلو جرام. عشان اجيبها متر مكعب على كيلو جرام هقسمها على 1000. 20 على 1000 يعني 2 من 100 متر مكعب لكل كيلو جرام، لان هشتغل بالمتر مكعب لكل كيلو جرام. دوت اسمه ايه؟ الحجم النوعي. خلي بالك اللي احنا لسه هناخد دلوقتي معدل التدفق الحجمي. هناخد الكتله، هناخد الحجم النوعي زي ما انا زي ما انت شايفه كده، ومعدل التدفق الكتلي. المصطلحات دي عايزين ايه؟ نفرقها عن بعض دلوقتي. طيب ماشي، انا كده جبت الحجم النوعي. اكمل هنا درجه الحراره. بص كده اهي، لما تقرا دي عندك هي 40 درجه مئوي، او تجيبها من هنا اللي هي برضو مكتوبه بالاحمر 20 تقريبا، هنا اهي 40، هنا 10 20، هنا 40 تقريبا 40 وهنا ايه 40 درجه الحراره. لما تجيبها هنا او تجيبها من هنا. خطوط الانتروبي، الخطوط ديت هتفيدني بحاجه واحده بس، انا مش عايز قيمتها، لان دي اللي عايز اطلع من نقطه واحد للنقطه اتنين بمشي خط بثبوت الانتروبي. الخطوط اللي هين اللي هي الخضره دي انا مش عايز اقرا القيمه بتاعتها، انا مش هحتاجها، بس عايز لما اجي اطلع من نقطه واحد للنقطه اتنين امشي خط موازي للخطوط الخضره دي. هوريها لك دلوقتي لما نيجي نشتغل على الخريطه. التحميص والتبريد الدوري، السوبر هيت والسب كولينج. عايز هنا من النقطة بقى اللي احنا هنتكلم عليها، التحميص. عايز اعرف ايه هو تحميص السحب، انواع التحميص، كيفية قياس تحميص السحب، ما هي الاحداث التي تؤثر على تحميص السحب. يعني ايه الانتروبي مش ثابت؟ طب هناخدها دلوقتي على الخريطة ونبص مع بعض، لأن أنا مش فاهم يعني إيه الأنتروبيا مش ثابتة. برضه مش فاهم. طب ممكن نشوفها على الخريطة دلوقتي لما نيجي لوقتها، وقول لي أنا فهمني قصدك لأن أنا مش فاهم. بص يا جماعة بقى، نعرف يعني ايه تحميص الاول. تحميص يعني رفع درجة حرارة الغاز يبقى اكبر واعلى من درجة حرارة التشبع، يبقى يسمى ده بالغاز الايه؟ المحمص. يعني مثلا عندي درجة حرارة غليان المية، عندي 100، لو انا رفعتها ل 110 او 120 انا بعمل لها تحميص 20 درجة او 10 درجات، يبقى انا بعلي درجة حرارة اعلى من درجة حرارة التشبع. ايه هي التشبع؟ اللي هو بيبدأ عندها، هو كده بيغلي، اللي بيبدا عندها يتحول من حاله لحاله. طب يعني ايه بقى تحميص خط السحب؟ لان عندي هيبقى فيه تحميص خط الطرد، هقول لك دلوقتي عليه. تحميص خط السحب، برفع درجه حراره الغاز اللي جاي من المبخر فوق درجه حراره التشبع عشان اضمن يبقى غاز محمص، عشان لما اجي اوديه للضاغط اوديه غاز فقط ما فيهوش اي نسبه من السائل. طيب في منه نوعين، تحميص خط السحب في منه نوعين، في تحميص نافع وفي تحميص غير نافع. ايه بقى يعني ايه نافع وايه غير نافع؟ ايه النقطتين دول؟ ما هو تحميص وخلاص. هقول لك انا ايه الفرق بقى بين التحميص النافع والتحميص الغير نافع. لو انا عندي الحمل اللي موجود في الدايره هو اللي بيغلي مركب التبريد وبيحوله من صوره لصوره، وبيبقى الحمل اكبر وهو نفسه اللي بيعمل تحميص، هو اللي بيعمل تحميص لمركب التبريد، ده بيبقى نافع، ده تحميص نافع. ليه؟ بالتحميص ده هيزود الساعة التبريدية، هيزود الساعة التبريدية. هوريها لك على الخريطة. طب التحميص الغير نافع اللي هو الحمل، هو تمام، غلى مركب التبريد وحوله من صورة لصورة، بس ممكن يبقى فيه بعض القطرات موجودة، فبعمل تحميص. بعمل ايه مثلا؟ بتبادل حراري بينه وبين الخط السحب وخط السائل عشان ارفع درجه الحراره، عشان لو في سائل يحصل له ايه؟ ابخره. ده اسمه تحميص غير نافع، اللي دوت مش هيفيدني في الساعه التبريديه، ده مش هيزود لي الساعه التبريديه. الساعه التبريديه بتزيد لو الحمل نفسه هو اللي بيعمل الكلام ده.
ده الفرق بين الاثنين، اتمنى اكون واصل. نيجي بقى الشكل واحد وشكل اثنين. الطبيعي مفيش بقى سوبر هيت خالص ولا فيش اي حاجه، الطبيعي من النقطه دي للنقطه دي ده شغل الايه؟ الكمبرسور، باخد من على الخط بطلع. طيب لو حصل مشكله في الايفابوريتور، لو هو مثلا تبريد هواء او تبريد ميه، مثلا تبريد ميه والميه اللي داخل الايفابوريتور المفروض لها هي ده الحمل، الميه دي قلت، او الايفابوريتور مثلا عليه وساخه او عليه اتربه على اي حاجه، لو هو تبريد هواء مثلا والانتقال الحراري كان ضعيف ومعرفتش ياخد الحراره من الحمل، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ان انا عندي مركب التبريد اللي جوه الايفابوريتور المفروض هو سائل هيتحول لبخار، ايه اللي بيخليه يتحول لبخار؟ الحمل. طب انا عندي الحمل بتاعي ضعيف عشان عندي مشكله، ايه اللي يحصل؟ بالطريقه ديت هلاقي ان في خط السحب على سحب الضغط ممكن، بص النقطه دي بدل ما هي على خط التشبع تخش لي في منطقه الخليط، هيبقى في موجود قطرات سائل موجوده في خط السحب تخش على الضغط، وطبعا احنا قلنا المشكله ديت ما ينفعش تبقى موجوده، انا عايز ابعد خالص عن خط التشبع، عشان كده انا بضمن وبعمل عمليه تحميص، ببعد من نقطه خمسه لنقطه مثلا سته نقطه جنبها على نفس الضغط، هو ده اللي انا بتكلم عليه، ببعد من هنا لهنا عشان اضمن اللي هيخش الكمبريسور فيبر 100% ما فيهوش اي نسبه من السائل. بالطريقه ديت لو انا مش بعمل سوبر هيت، لو حصل مشكله او زاد معدل كميه مركب التبريد اللي داخل الايفابوريتور، حصل مثلا مشكله في الاكسبانشن فالف ودخل كميه كبيره والحمل مش قادر يتغلب عليها، ممكن الاقي ان في سائل موجود في خط السحب ودي مشكله. يبقى احنا عرفنا بنعمل سوبر هيت ليه؟ عشان اضمن اللي هيخش الكمبريسور فيبر 100%. طيب اتكلمنا فيها قبل كده وفي ناس بتسالني فيها النهارده، ازاي احسب السوبر هيت؟ السوبر هيت بص كده معايا من نقطه واحد للنقطه سبعه، او سميها اي حاجه، من نقطه واحد لنقطه واحد داش، من نقطه واحد لنقطه 10، المهم من النقطه دي للنقطه دي، ايه اللي حصل؟ هو على ضغط واحد، لو ضغط البرشر اهو واحد صح، بس درجة الحرارة مش واحدة، درجة الحرارة هنا في درجة حرارة وهنا في درجة حرارة صح، الفرق بينهم هو ده مقدار التحميص. طب احسبه ازاي؟ اقول درجة الحرارة في خط السحب اللي هي النقطة سبعة ناقص درجة حرارة التشبع، اجيبها ازاي؟ لما انا عارف درجة حرارة بتاعت الخط ده، لاما اجيب الضغط ده واجيب درجة الحرارة المناظرة ليه عن طريق جدول الفريون، لو انا بتكلم مثلا على 410 ايه، يبقى انا هخش على الخريطه ديت او على الجدول ده اسف، واطلع ايه درجه الحراره المناظره للضغط ده، ودي احنا قلتها لكم الاسبوع اللي فات. طب هات لي مثال، عندي هنا مكيف هواء فريون 22، درجه الحراره الجزء الحساس، انا بقيس درجه الحراره هنا في نهايه الايفابوريتور او عند السحب، ليه درجه الحراره 52 درجه فهرنهايت، وجيت اقيس الضغط لقيته كان الضغط تقريبا اهو 68 رطل على البوصه مربعه او بي اس اي. طيب اخش مثلا على الجدول واشوف ال 68 درجه الحراره المناظره ليها، طلعتها لقيتها 40 فهرنهايت، بالطريقه ديت يبقى درجه الحراره هنا 40 ودرجه الحراره هنا 52، اطرحهم من بعض هيجيب لي قيمه السوبر هيت، يبقى 52 ناقص 40 يديني 12 درجة فرنهايت، يبقى أنا عملت سوبر هيت بمقدار 12 درجة. نخلي بالنا مقدار السوبر هيت مهم جدا، ولا أعليه قوي ولا أقلله قوي، لأن أنا عندي دلوقتي هجيب لك أنا جدول وأقول لك لو السوبر هيت زاد إيه اللي ممكن يحصل؟ ولو قل ده معناه إيه؟ برضو ده هنا مشكلة، ولو زاد عن اللازم ده مشكلة. ليه مقدار معين؟ طبعا بيحددها الشركة المنتجة للجهاز ده. طيب بص كده بقى معايا، في علاقة بين كمية مركب التبريد اللي في المبخر، كمية السائل ديت، وتحميص خط السحب، في علاقة بينهم، علاقة عكسية، لو زاد سائل الفريون اللي داخل على المبخر يقلل لي من السوبر هيت،
والعكس صحيح. يبقى العلاقة بين كمية سائل المركب التبريدي اللي في المبخ والتحميص هي علاقة عكسية. لو زاد كمية السائل ديت عن اللازم بتعمل لي ايه؟ بتقلل لي مقدار التحميص. طب في علاقة بين كمية المية في المبخر وتحميص، ايه كمية المية دي؟ دي المية اللي بتبرد، او دي اسف، دي المية اللي انا المفروض ابردها اللي بدخلها على الايه؟ المبخر، اللي هو المبخر هيمتص الحرارة منها، وبالتالي هتطلع لي مية برد. المية دي لما بتزيد بتزود لي التحميص، اللي هو ده يعتبر الحمض، وده افضل. لما المية دي كلها هي المبخر ياخد الحرارة كلها منها، ده بيزود لي مقدار التحميص. يبقى العلاقة بين كمية المية والتحميص دي علاقة طردية، دي حاجة كويسة طبعا. نيجي ناخد مثال تاني اهو، ضغط الايفوبريتور 40 بي اس اي، درجة حرارة خط السحب الحقيقية اللي انا قستها 55 درجة فahrenheit. واحد كاتب لي المايه بتبقى بارده، يعني ايه المايه بتبقى بارده؟ امال ما يرد. نكمل. قلنا ايه؟ ماشي 40 ماشي، وقست درجه الحراره لقيتها 55، الفريون المستخدم 134 ايه؟ احمس احسب تحميص خط السحب. قلنا التحميص بيساوي ايه؟ درجه الحراره بتاعت خط السحب اللي انا قستها ناقص درجه حراره التشبك. درجة الحرارة اللي أنا قستها كانت كام؟ 55 درجة. ماشي. طب درجة حرارة التشبع أجيبها عن طريق ضغط التشبع، الضغط هنا 40، أشوف ال 40 ديت درجة الحرارة المناسبة ليها قد إيه؟ إديني 45. يبقى كده عندي درجة الحرارة 55 أشيل منها 45 يديني 10 درجة فرنهايت. ماشي يا جماعة، يبقى أنا كده عملت تحميص بمقدار 10 درجة فرنهايت. كنت أنا عامل جدول الأسبوع اللي فات بجيب لك فيه مقدار التحميص لو أنت تبريد مختلف عن التجميد، مختلف عن التكييف. وطبعا اللي بيحدد لك، يعني مثلا اللي شغال مثلا في التشيلر بيعرفني إن النسبة كام السوبر هيت المفروض يبقى من كذا لكذا، لو زاد دي مشكلة ولو قل دي مشكلة. طبعا انا كنت جايب لكم الجدول دوت وبعته انا على الجروب الاسبوع اللي فات. دي بقى السلايد ده فوق المهم، مش مهم، لا ده فوق المهم. درجة حرارة التشبع بتتحدد على الضغط، يعني مثلا هديك مثال بسيط، هو بيقول لي درجة حرارة التشبع بتكون معروفة لكل فريون. طيب درجة حرارة التشبع الفريون 22 كام؟ تقدر تقول لي قيمة معينة؟ ما أنا مش هقدر أحددها لما أشوف الضغط كام. يعني مثلا درجة حرارة المية، درجة حرارة الغليان المية عند 100، صح؟ ده عند الضغط الجوي. طب لو أنا زودت الضغط ده وحطيتها تحت ضغط أعلى من الضغط الجوي، درجة غليانها هتبقى عند 100؟ لا، درجة الحرارة دي هتزيد. يبقى معتمد على الضغط المؤثر عليه. ولما جبت لك مثلا بعض الفريونات وقلت لك دي بتتبخر او بتغلي عند درجه حراره كام؟ بس عند الضغط الجوي. اما داخل الدايره لا، ده في بقى لسه اشوف بقى الضغط الواقع عليها قد ايه عشان اقدر احسب درجه حراره التشبع، اما مش قيمه معينه هقدر اقولها لك. زي ما بقول لك السلايد اللي قدامي ده مهم جدا، هيفهمني حاجات كتير قوي. ده عندي هنا بيقول لي ايه؟ عندي هنا 7 بنود. أول حاجة بيقول لي إيه؟ increasing flow rate، زيادة معدل تدفق المية، ده بيأثر على السوبر هيت، هل بزيادة ولا النقصان؟ هنعملها لك هنا بالزيادة. طب نيجي بقى نشرحها. لو زادت كمية المية الموجودة في المبخر إيه اللي بيحصل؟ كمية المية دي بتعمل إيه؟ دي هي ده الحمض، ده اللي بيخلي مركب التبريد يغلي وبيتحول من صورة لصورة، وبالتالي انا هغلي مركب التبريد وهحوله من سائل لايه؟ من سائل لبخار. وطول ما في ميه كتير داخله وكميه الميه زياده فهي عماله بتغلي مركب التبريد اخضر اكتر، وبعد كده وبالتالي ايه؟ بضمن ان بخار مركب التبريد يتحمص، وبالتالي انا كده بزود التحميص. واحنا قلنا
العلاقة، ولسه اتكلمت فيها من شوية، العلاقة بين المية اللي داخل المبخر والسوبر هيت هي علاقة طردية، زيادة ده بيزود ده، زيادة المية أو زيادة الوسط المحيط بالإيفابوريتور الحمل لما بيزيد ده بيزود لي التحميص. بس طبعا زيادة المية أكتر من لازم بتزود لي التحميص أكتر من لازم، فبعرف إن أنا عندي فيه مشكلة، لأن ممكن يبقى عندي نقص في شحنة مركب التبريد، مش انخفاض معدل التدفق، ودي هوريها لك دلوقتي. درجة حرارة التشبع اللي هي بيبدأ عندها غليان، درجة حرارة التشبع اللي بيبدأ عندها الغليان زي المية كده مثلا، درجة حرارة التشبع 100، بيبدأ الغليان بيبتدي منين؟ بيبتدي من 100. طيب نيجي بقى لتاني نقطة، لو الاكسبانشن فالف فولي اوبن مفتوح على طول، ده بيحصل ايه؟ ده بيدخلي كمية مركب تبريد مفتوح على طول، وبالتالي لو جيت قريت كده طبعا انا مش عارف اتحكم في الكميه اللي بيعديها صمام التمدد الحراري. ازاي اختبر الصمام الاكسبانشن دي؟ هوريها لك بس بعدين، دي انا اعمل لها فيديو وحتى انا حاطه على اليوتيوب. الميه، معلش اجاوب على السؤال ده بس، يعني ايه العلاقه بين الميه ومركب التبريد؟ انا بقول لك ده الميه ده الوسط المحيط بالايفابوريتور، ده الوسط المحيط، لما الميه دي بتزيد اكتر من لازم دوت معناه اللي هو بيخلي مركب التبريد يغلي وبيستمر في غليانه وبيستمر في رفع درجه حرارته، وبالتالي بيعمل تحميص. فانا بقول لك العلاقه بين الميه ومركب التبريد هي علاقه طرديه، زياده الميه بيزود لي التحميص، انا بتكلم على التحميص. زي ما مثلا بيخش مركب التبريد للايفابوريتور بيخش بكميه كبيره، ده معناه ايه؟ ان صمام التمدد على طول ايه؟ مفتوح. واحنا قلنا العلاقه بين مركب تبريد او سائل مركب التبريد وبين التحميص هي علاقه عكسيه. زياده شحنه مركب التبريد او زياده سائل مركب التبريد اللي بيخش على الايفابوريتور دوت بيقلل لي مقدار التحميص، لان كده مش قادر يتغلب على الحمل. نيجي نقطة زي ما اتكلمت هنا، بتناسب كمية السائل اللي تدخل المبخر مع الحمل، هي قلت لك العلاقة علاقة عكسية. المية درجة حرارتها بالنسبة للإيفابوريتور طبعا تبقى درجة حرارتها عالية، الإيفابوريتور درجة حرارته منخفضة. ماشي بقى النقطتين دول، احنا اتكلمنا هنا العلاقة علاقة طردية، هنا العلاقة علاقة عكسية. طيب بص بقى النقطة دي مهمة قوي بقى، اللي هو الاكسبانشن اولويز كلوز مور، صمام التمدد عادة مغلق أكتر من لازم أو بيدخل كمية مركب تبريد قليلة. لا مغلق طبعا مش هيبقى مغلق خالص، يعني مثلا معلق أو الكمية اللي بتخش كمية مركب التبريد اللي تعدي منه على الإيفابريتور هي كمية، هنقول كمية قليلة، وبالتالي الحمل شرقان عايز حرارة، بيخش كمية مركب تبريد إلى الإيفابوريتور، بيبقى عند الحمل بتاعه كبير بيخلي مركب التبريد يغلي على طول، وبالتالي بيزود لي التحميص. فأنا عشان كده بقول لك لو السوبر هيت زاد أكتر من لازم ده بناء إن في مشكلة، بتعرف إن عندك في مشكلة. أما في الحدود المسموح بيها أه تمام، لو قل أو زاد أعرف في مشكلة. لو دخل كمية مركب تبريد قليلة على الإيفابوريتور ألاقي التحميص بتاعي زاد، لان عندي كميه مركب التبريد اللي دخلت قليله، فايه اللي بيخلي مركب التبريد يغلي؟ الجو المحيط او الوسط المحيط او الميه المحيطه، لو هو ايفابوريتور مغمور في ميه مثلا بنتكلم على تشيلر، فمش قادر يتغلب على الحمل، الحمل عليه عالي جدا وعمال يغلي في مركب التبريد، وبالتالي عندي مقدار التحميص عندي بيزيد. طيب فلتر خط السائل مزود، كور فلتر از بلاك، لو الفلتر ده مزود هو نفس الاجابه، لو صمام التمدد مغلق او بيدخل كميه قليله، لما الفلتر ده بيسد هو اكيد هيدخل لي كميه قليل من مركب التبريد للايفابوريتور،
وزي ما قلت لما بتخش كميه قليله بتزود لي مقدار التحميص، لان الكميه اللي بتخش بتغلي على طول، وبالتالي بزود في درجه حرارتها، وبالتالي انا بزود مقدار التحميص. رقم 5، لو الشحنه قليله نفس الكلام، يعني انا بدخل الايفابوريتور كميه قليله وبالتالي مش قادر يتغلب على الحمل، وبالتالي بيزود لي مقدار التحميص. المكثف غير نظيف، الكوندنسر از ديرتي. لو مكثف مش نظيف ايه اللي هيحصل؟ المكثف لو مش نظيف، معلش انا ساعات بروح كده للشات بشوف الناس بتقول ايه، بس اللي عندي الكوندنسر لو ديرتي ايه اللي بيحصل؟ الكوندنسر بعمل له عملية تبريد، انا ببرد عشان اكثف عشان احول مركب تبريد من فيبر لسائل. طيب لو المكثف دوت مش نضيف، هيبقى التبادل الحراري بينه وبين الوسط المحيط بيه، المفروض ان انا هترد الحراره اللي بيحصل تبادل حراري بينه وبين الجو المحيط، هيبقى تبادل حراري ضعيف، وبالتالي يبقى انا عندي مركب تبريد من هيتحول من فيبر لسائل، مش كل الكميه تتحول، وبالتالي لما طلع مركب التبريد لو طلع من السائل، لو طلع من الكوندنسر هيطلع سائل بس فيه كميه كتير من الايه، من البخار، وبالتالي يبقى انا كده لما ادخل بقى الكميه ديت السائل مع البخار على الايفابوريتور، يبقى انا بتكلم في الايفابوريتور بتكلم على ايه، ليكويد فقط، لان الفيبور ده لما يجي يخش مش هيعمل لاي حاجه. التبريد بيجي منين؟ لما السائل ده بيتبخر، طب انا مدخل لي سائل وبخار هيحصل تبريد، هيحصل تبريد بالنسبه للسائل بس، فده طبعا اكنه شحنه قليله من مركب التبريد هي اللي دخلت الايفابوريتور، وبالتالي بيزود لي من مقدار التحميص. درجه حراره الطرد عليه، وطبعا ده هياثر على موضوع عمليه التكثيف، وهلاقي انك في كميه سائل ما اتكثفتش، وبالتالي لما يجي يخش المبخر هيخش سائل وبخار، يبقى كده طبعا نفس الكلام اكن قللت كميه مركب التبريد اللي هتدخل على الايفابوريتور، وبالتالي هيزود لي السوبر هيت. وبراجع كلامي وبقول له ان العلاقه بين كميه الميه او الوسط المحيط بالايفابوريتور والتحميص هي علاقه طرديه، اما بالنسبه لكميه سائل الفريون في المبخر وبين التحميص هي علاقه عكسيه، لو قلت كميه مركب التبريد اللي داخل الايفابوريتور لو قلت هزود لي التحميص، ولو زادت هيقلل لي التحميص، انا اسف، لو زادت كميه السائل هتقلل لي التحميص، ولو حصل العكس تمام. بخصوص الاكسبانشن فالف في حاله عدم الفتح والغلق، مش فاهم، اصل انا لما جيت اتكلمت هنا اتكلمت لك ان الاكسبانشن مثلا بيدخل كميه قليله او بيدخل كميه كبيره، مثلا في عطل فيه او في مشكله فيه، فهو معلق، فمعلق على كميه معينه بيدخلها، لا اما كميه قليله او كميه كبيره. وطبعا انت عارف زي الاكسبانشن فالف ده بيتحكم في مرور كميه مركب التبريد، لما بيزودها او يقللها على حسب ايه، على حسب اللود، على حسب الحمل. طبعا في موضوع التشيلر بيبقى عندي كنترول، لو لقى السوبر هيت قل او زاد طبعا بيعرفك، وانت طبعا بتروح تعرف المشكله ايه، يعني ايه الكميه، ايه المشكله تخلي السوبر هيت يزيد او يقل. اختبار الاكسبانشن يا جماعه الكلام ده هيجي بعدين، موضوع الاكسبانشن فالف سهل جدا. نيجي بقى للتبريد الدوري او السب كولينج. سب كولينج ما معناه ان انا بخفض درجه الحراره عن درجه حراره التشبع. طب انا بعمل الكلام دوت ليه؟ لو عندي مثلا كوندنسر بعمل له عمليه تبريد عشان اكثف مركب التبريد واحوله من فيبر لليكويد، من نقطه 6 للنقطه 3 اللي احنا شايفينها دي. طب لو انا عندي مشكله مثلا وعندي بعض البخار ما اتكثفش، فانا عايز احوله سائل،
يعني انا جيت لحد هنا، لا ده لسه عندي في نسبه من مركب التبريد لسه بخار. فبعمل ايه؟ ابرد تبريد دوني بعد المكثف عشان لو في اي نسبه بخار اكثفها وتبقى سائل. ليه انا بعمل الكلام ده؟ لان عايز في النقطه 3 دي عايز سائل 100%. زي ما قلت لك ان التبريد مش هيحصل الا لما يدخل الاكسبانشن فالف سائل 100%، لان السائل ده هو اللي هيتبخر وهو اللي هيسحب حراره من الحيز المراد تبريده، هو اللي يعمل لي كل حاجه. زي ما اتكلمنا تبخيره هو موضوع التبريد اللي هيحصل، وبتتوقف كميه التبريد على كميه الحراره اللي هو هيسحبها. طب ازاي احسب التبريد الدوني؟ بص معايا، هنا في ضغط وفي درجه حراره، ده ضغط التشبع اللي هو درجه حراره التشبع، وعندي النقطه هنا 3 اللي هي بعدها اللي هي الخضره دي درجه حراره خط السائل الحقيقي. هقيس دي واشوف الضغط ده قد ايه واطرح الاثنين من بعض، هو دي قيمه التبريد الدوني. ماشي، عايز احسب التبريد الدوني. خلي بالك ان مرور مركب التبريد من بعد الضغط لحد ما يطلع من الكوندنسر بيمر بثلاث حالات. اول حاجه بيبقى غاز محمص، بعديه انا هوصله للتشبع، بعديه بعد ما يوصل للتشبع الخط ده هبدا اعمل له عمليه تكثيف واحوله من بخار لسائل، بعد كده اعمل له تبريد دوني من 3 ل 5، بيمر بثلاث مراحل في الكوندنسر. طيب عايز احسب التبريد الدوني، لو عندي مثلا وحده تبريد فريون 12 وقال لي هنا ضغط الطرد 136.4 بي اس اي، اشوف بقى ال 136.4 درجه الحراره المناظره ليها قد ايه، لقيتها 110 درجه فهرنهايت. تمام، درجه الحراره اللي انا قستها كانت 100، اعمل ايه؟ اقول 110 ناقص 100 يديني 10 درجات فهرنهايت. ادي برضو مثال تاني، ضغط الكوندنسر 135 بي اس اي ودرجه الحراره اللي انا قستها 90 درجه فهرنهايت بدايه 134 ايه. احسب التبريد الدوني، احنا قلنا التبريد الدوني بيساوي درجه حراره التشبع، واجيبها منين؟ من الضغط التشبع. ضغط التشبع كان 135، درجه الحراره المناظره ليه قد ايه؟ 105 درجة فهرنهايت، هيحط 105 على طول. طيب احنا قلنا التبريد الدوني درجة حرارة التشبع ناقص درجة حرارة خط السائل، اقيس دي قسها كام؟ 90، او محطة 90، يبقى 105 ناقص 90 15 درجة فهرنهايت، يبقى انا كده عملت تبريد دوني بمقدار 15 درجة فهرنهايت. سوبر هيت، زي ما بقول لك كده تحميص خط الطرد، وفي تحميص خط، احنا كنا بنتكلم دلوقتي على تحميص خط السحب، وفي تحميص خط الطرد. اقول لك على حاجه، لو انت عندك مثلا بخار ميه عند درجه حراره 150 درجه مئويه، انت تعمله تبريد دوني هتنزله لحد، هتبرده هتنزله لحد 120، انت كده وصلت لدرجه حراره التشبع؟ لا، ده درجه حراره التشبع الميه عند كام؟ عند 100، يبقى انا لازم انزل من 150 لحد 100 عشان ابدا اكثف. نفس الكلام اللي بيحصل هنا، لو عندي دايره زي دي كده، عندي خط الطرد اهو، هنا في درجه حراره، هنا بيبدا عمليه تكثيف؟ لا، ده انا ببدا اعمل عمليه تحميص، اعمل ازاله تحميص من 120 لحد ما اوصل لحد ايه؟ 90 درجه، يبقى المنطقه دي بعمل منها ازاله التحميص، بعد كده اول ما اوصل لنقطه التشبع ابدا اعمل تكثيف وحول مركب التبريد من بخار لسائل، ده اسمه تحميص خط الطرد. طبعا لما اجي احسبه اشوف هنا درجه حراره كام وهنا درجه حراره كام، اطرحهم من بعض يطلع لي تحميص خط الطرد. طب نيجي بقى النقطه مهمه، طب يلا بقى انا عايز اعمل حسابات. اول حاجه ريفرشنت افكت اللي هو التاثير التبريدي.
ايه كمية الحرارة اللي هيمتصها من الحيز المحيط؟ او بمعنى كمية الحرارة اللي هيمتصها كل 1 كيلو جرام من مركب التبريد من الوسط المحيط من بعد دخوله المبخر سائلة. افهمها لك بقى، تأثير التبريد هي كمية الحرارة اللي هيمتصها، خلي بالك اللي هيمتصها ايه؟ السائل، يعني لازم يكون ده في حالة سائل، كل 1 كيلو جرام من مركب التبريد. طب الوحدة بتاعتها كيلو جول لكل كيلو جرام. احنا قلنا المبخر من نقطة 1 لنقطة 4، يبقى لما اجي اجيب التأثير التبريدي بقول H1 ناقص H4، وطبعا الكلام ده انا مش بحفظه، ده الكلام ده موجود على الخريطة، بجيب الكبيرة ناقص الصغيرة. طب الحمل الحراري المبخر الكولينج لود اللي هو بالكيلو وات، الكيو اي بيساوي لما اقول الام دوت في الار اي، او ما اكتبها بقى اشيل ار اي واحط اتش 1 ناقص اتش 4، ده انا عايز اجيب الكولينج لود بالكيلو وات. الانبوت ورك او شغل الضغط بيساوي ايه؟ احنا قلنا الدبليو سي بيساوي اتش 2 ناقص اتش 1 كيلو جول لكل كيلو جرام. لو انا عايز احسب معامل الاداء اللي هو سي او بي بيساوي ايه؟ اي معامل اداء في الدنيا بيساوي المستفاد على المعطى. انا استفدت ايه؟ استفدت من الكلام ده تاثير تبريد اللي هي كميه الحراره اللي همتصها من الوسط المحيط، كميه الحراره اللي انا همتصها من الوسط المحيط. هو دي ده التبريد اللي حصل صح؟ طب ايه اللي انا اديته؟ اديته شغل الضغط الورك اللي الضغط عمله. طبعا هنا واحده ما فيش واحده، لان دي كيلو جول لكل كيلو جرام، وديت برضو كيلو جول لكل كيلو جرام، تطلع سي او بي من بدون واحده. قدره الضغط بيساوي شغل الضغط اللي انا جبته اللي هو اتش 2 ناقص اتش 1 اضربه في الام دوت يديني كل وات. في بقى كفاءه الضغط الميكانيكيه بيساوي الباور اللي انا جبته دلوقتي على البي انبوت اللي هو القدره الكهربيه اللي انا مدخلها للضغط، اقدر اجيب كفاءه الضغط الميكانيكيه. الكفاءة الحجمية للضغط بيساوي الام دوت في الفي على الفي دوت. ايه بقى الكلام ده؟ يعني ايه ام دوت؟ ام دوت لسه قايلها لك دلوقتي، معدل السريان الكتلي. الفي دوت معدل السريان الحجمي. الفي دي اسمها الحجم النووي. حجم الازاحة للضغط، معدل السريان الحجمي، معدل السريان الحجمي اللي هي الفي دوت، عشان ما نتلخبطش، معدل السريان الحجمي ومعدل السريان الكتلي، كتله كيلو جرام، حجم متر مكعب. لما اجي اقول لك معدل يبقى هي بالنسبه لتايم، بالنسبه لوقت، يعني كتله كيلو جرام، معدل السريان الكتلي يبقى كيلو جرام على الثانيه. طيب حجم يعني متر مكعب، طب معدل السريان الحجمي يبقى متر مكعب على الثانيه. الحجم النوعي هو متر مكعب بس على كيلو جرام، وهو مقلوب الكثافه. الكثافه كيلو جرام على متر مكعب. الحجم النوعي متر مكعب على كيلو جرام. دي يعني ايه قانونين لو حد عايز يستفاد منهم ما فيش مشكله. زي ما قلت معدل السريان الكتلي، معدل السريان الحجمي. ان شاء الله بعد ما اخلص السيشن بتاعت النهارده ان شاء الله على بكره كده، اقوم حاطط لك ملف البي دي اف بتاعت المحاضره بتاعت النهارده، عشان بس اللي عايز يراجع يتفضل. طيب نيجي بقى اقول لك القوانين دي جت ازاي. موضوع بسيط جدا. نبص كده، امسك الكمبرسور اشوف الطاقه الداخله والطاقه الخارجه. طاقة لا تفنى ولا تستحدث من عدم. أنا عندي هنا إيه؟ إيه اللي داخل هنا؟ عندي هنا ورك، شغل، تمام. إيه تاني؟ عندي هنا، خلي بالك، هنا نقطة واحد. إيه اللي داخل هنا؟ كمية مركب تبريد، يبقى إم واحد إتش واحد. الورك كيلو جول لكل جرام؟ لأ، الورك هنا بالوات. هنا نفس الكلام عشان أوحد الشغل كله، الشغل بالوات او بالكيلو وات. هنا ايه اللي داخل هنا؟ المعدل سريان مركب التبريد الكتلي في الاتش في الانصلب، يبقى ام في الاتش.
الام طبعا كيلو جرام على الثانيه، في الاتش كيلو جول لكل كيلو جرام، تطلع لي هنا كيلو وات وهنا كيلو وات، يبقى احنا ماشيين وحداتنا مظبوط. طيب ايه اللي خرج؟ الام في الاتش ايه؟ 2. طب انت ليه ما قلتش ام 1 وام 2؟ هي الام اللي داخله هي نفسها الام اللي خارجه. لما يجي لك مثلا حاجه بالشكل ده، عايز اجيب بقى الورك ده لوحده وودي الام في اتش 1 الناحيه الثانيه، طبعا اوديهم هناك بالاشاره مخالفه، اجيب الام الام لوحدها واجي هنا هيبقى اتش 2 ناقص اتش 1، وده القانون اللي احنا استخدمناه اللي هو شغل الضغط ام دوت اتش 2 ناقص اتش 1. طب بالنسبه للكوندنسر ايه اللي هيحصل؟ بص بقى بالنسبه للكوندنسر، عندي هنا بيخش ام في اتش 2 وبيخرج هنا ام في اتش 3، وايه تاني هنا؟ كوندنسر مش بيخرج حراره، يبقى دي كميه الحراره الخارجه. خلاص اعمل توازن بقى للمعادله، اجيب الكيو اتش لوحدها واودي الام في الاتش 3 الناحيه الثانيه، هيديني هنا هيبقى ام دوت اتش 2 ناقص اتش 3. بالنسبه للاكسبانشن فال بيخش هنا ام في اتش 3 وبيخرج هنا ام في اتش 4، الام دي تروح مع الام دي يديني اتش 3 ناقص اتش 4. عرفت ليه في الخريطه لما اجي اقول لك اتش 3 بتساوي اتش 4؟ بالاثبات ده. طب بالنسبه للمبخر ايه اللي داخل؟ اللي داخل عندي ام في اتش 4 وداخل كيو، مش احنا قلنا الايفابوريتور بيسحب حراره؟ تمام. بيسوي ايه؟ الناحيه الثانيه بقى الخارج من الايفابوريتور الام في اتش 1، اعمل توازن المعادله هلاقي ان كيو بيساوي الام دوت اتش 1 ناقص اتش 4 تديني بالكيلو وات. طيب بالنسبه بقى للسي او بي معامل الاداء بيسوي ايه؟ المستفاد على المعطى، انا استفدت حراره واديته شغل الضغط. نبص مع بعض، عندي هنا القوانين اختصارا، عايز احسب شغل الضغط يبقى اتش 2 ناقص اتش 1، مش ده؟ ده موضوع الضغط اللي عمليه انضغاط مركب تبريد. ماشي، لو انا ضربتها في الام دوت يديني بالكيلو وات. طيب التاثير التبريدي اللي هو المهم بقى بالنسبه لي اتش 1 ناقص اتش 4، ده المؤخر. طب الكوندنسر اتش 2 ناقص اتش 3، السي او بي بيساوي اتش 1 ناقص اتش 4 على اتش 2 ناقص اتش 1، او بيساوي التاثير التبريدي على شغل الضغط. طبعا زي ما قلت في الاول في دور تبريد فعليه. طب ايه اللي بيحصل هنا؟ يعني مثلا خلي بالك مثلا في الكوندنسر في انخفاض في الضغط خلال المواسير، هو ده الفعل ده اللي بيحصل، تمام، وفي انخفاض في الضغط في الايفابوريتور، وخلال صمام السحب في بيحصل هنا انخفاض في الضغط، وخلال صمام الطرد بيحصل برضه هنا انخفاض في الضغط. ديت دار التبريد الانضغاطيه الفعليه. بس طبعا احنا بنيجي ايه؟ بنتغاضى عن الموضوع ده وبنخليها دايره عاديه. بس انا بعرفك الفعلي بيبقى شكله مختلف. العوامل المؤثره على ايه؟ ضغط. العوامل المؤثرة على الدايرة هنجيب هنا بقى تأثير خط الطرد. خط الطرد لو احنا بنتكلم على الكوندنسر، لو الضغط قل ايه اللي ممكن يحصل؟ نبص كده مع بعض، انا الضغط معايا من 2 ل 3، لو قل بقى من 2 داش ل 3 داش ايه اللي ممكن يحصل؟ اول حاجة نبص التأثير التبريدي كان الاول من هنا لهنا، لا ده بقى من 4 داش ل 1، يبقى كده التأثير التبريدي بتاعي زاد. شغل الضغط من كان من 1 ل 2، شوف كان من اول فوق من اول تحت لحد اخر فوق، لا بقى من 1 ل 2 داش، ايه اللي حصل؟ شغل الضغط قل، دي حاجه كويسه، وبالتالي زاد معامل اداء. نيجي هنا نبص مع بعض ملخصها لك ايه؟ طبعا الضغط بيكون ايه؟ مناظر طردي مع درجه الحراره. لو عندي درجه الحراره بتقل هلاقي بص مع بعض التاثير التبريدي عمال يزيد وشغل الضغط عمال يقل، وبالتالي هنلاقي السي او بي عمال يزيد معايا. ده بالنسبه لضغط المكثف. طب ضغط المبخر، بص كده مع بعض، ضغط المبخر من 4 ل 1، طب لو الضغط ده زاد بقى من 4 داش ل 1 داش ايه اللي ممكن يحصل؟ اول حاجه هيزود لي التاثير التبريدي وهقلل من شغل الضغط، وبالتالي هيزود معامل الاداء.
طبعا هنا انا بقول لك ان درجه حراره التكثيف والتبخير بتاثر على معامل الاداء وقدره الضغط. يعني لو جبت مسكت الخط ده كده واشوف هنا درجه حراره الكوندنسر هنا 30 وهنا 40، يبقى ال 40 عندي لو درجه حراره المكثف زادت يبقى بتديني قدره اعلى. نبص كده مع بعض، هنا درجه حراره الكوندنسر 40 وهنا 30، الاقي ان درجه حراره الكوندنسر لما بتقل ايه اللي بيحصل؟ بيزود لي سي او بي. ده اثبات اللي احنا كنا بنقوله من شويه. ده عمليه التحميص بيعمل لي، بيزود لي التاثير التبريدي، بيزود لي الحمل الحراري المكثف، تمام، بيقلل لي الكفاءه الحجميه، بيزود الحجم النووي. ده اهميه التحميص على دائره التبريد. التبريد الدوني بيزود لي التاثير التبريدي، بيزود لي معامل الاداء، الكلام اللي احنا اتكلمنا عليه. طب انا هسال يعني ايه الحاجه اللي ممكن تعمل لي بقى تحميص سوبر هيت وسب كولينج؟ وهسأل سؤال بس انا هجاوبه بعدين. تأثير التحميص والتدوير ده انا عايز اعمل بقى ايه؟ من ضمن الحاجات اللي بتعمل لك سوبر هيت وسب كولينج اللي هو المبادل الحراري. بيعمل ايه؟ باخد من خط السائل ادخل على المبادل الحراري. طبعا هنا درجة الحرارة اللي جاية من الكونتنسر درجة الحرارة ايه؟ عالية، حتى هو عمال يكبح احمر يعني. ماشي؟ نيجي بقى بعد كده اعمل تبادل حراري بينه وبين ايه؟ بين الخط السحب قبل ما يخش الايه؟ الضغط. طب يعني انا لما اعمل تبادل حراري بين الاثنين دول ايه اللي هيحصل؟ نبص كده مع بعض. انا هنا جاي لي مركب تبريد المفروض هو بخار. طب لو في اي نسبه من السائل اعمل ايه؟ المفروض عايز ابخرها. عشان ابخرها بعمل تبادل حراري بينها وبين خط السائل اللي درجه حرارته مرتفعه، يبقى انا كده بزود درجه حراره خط السحب. وبالتالي انا كده لو في اي سائل، انا برفع درجه الحراره اهو، لو في اي سائل موجود هيتبخر، وبالتالي هيجي لي هنا في خط السحب للضغط بخار 100%. يبقى انا اتخلصت من اي قطرات سائل موجوده في الخط ده عن طريق التبادل الحراري بينه وبين خط الايه؟ السائل، لان الخط ده ساخن والخط ده المفروض درجه حرارته المفروض منخفضه شويه. لما بعمل تبادل حراري لو في اي سائل هنا هيتبخر. طب نيجي بقى نمسك العكس، ما الاستفاده من ناحيتين. عندي هنا الكوندنسر درجه الحراره المفروض عاليه، صح؟ طيب لو هنا المفروض هنا بيحول مركب التبريد من بخار لسائل. طب لو في نسبه بخار ما اتكثفتش انا عايز اعمل لها ايه؟ عايز اكثف، هي درجه حراره هي ايه؟ عاليه. يبقى انا اعرضها الملف درجه حرارته منخفضه ابردها وبالتالي هتتكثف. يبقى انا كده اضمن اللي هيروح لصمام التمدد سائل 100%. يبقى المبادل الحراري بيعمل حاجتين في وقت واحد، بيعمل تبادل حراري بين الخط ده والخط ده. هعمل هنا سوبر هيت واعمل هنا سب كولينج. كده يبقى انا كده خلصت البرزنتيشن. عايز بقى ايه؟ هوريكم بقى ايه ملف اكسل اللي احنا حطيناه. تمام، كويس جدا. طب بص هنعمل ايه دلوقتي؟ هديك مثال، طبعا هديك مثال بسيط خالص. هقول لك ضغط الايفابوريتور كام وضغط الكوندنسر كام. واتمنى يعني مثلا اللي خد الملف دوت وقاعد على جهاز كمبيوتر يا ريت يعملوا معايا، انا بعت لكم الملف النهارده. هقول لك انا مثلا ضغط الكوندنسر هقول لك 1 ميجا باسكال. طب انا عندي هنا الضغط بالبار، احنا قلنا الميجا باسكال بيساوي 10 بار، وبالتالي لما اجي احول من ميجا باسكال بضرب في 10. انا بقول لك 1 ميجا باسكال لما اضربها في 10 يديني 10 بار. اقوم رايح كده، اقوم رايح فين ال 10؟ ال 10 اهي، 10 اهي. اقوم رايح كده عندها واخد خط بالعرض، خط ايه كده على الخط بالظبط، تمام. كده جبت عندي ضغط الايه؟ كوندنسر.
طيب عايز بقى ضغط الايفابوريتور. ضغط الايفابوريتور هقول لك مثلا، هقول لك 4 من 10 ميجا باسكال. طبعا لما اضربها في 10 هيديني 4 بار. يا اما اقول لك 4 بار او اقول لك 4 من 10 بار، 4 من 10 ميجا باسكال. المهم ماشي، لو ميجا باسكال هتضرب في 10 بالبار، خلاص يبقى هي بالبار على طول. طيب انا هنا 4 بار، تمام، يبقى انا كده عملت الضغطين. ملف انت ما حدش خده، طب انا هوريه لك دلوقتي، هديه لكم. حاضر، الملف جاهز مفيش مشكله. طب ركز معايا في دي، الموضوع بسيط جدا. اللي انا اديته لك، اللي انا قلت لك ضغط الكوندنسر كذا وضغط الايفابوريتور كذا. ضغط الكوندنسر 10 بار او ضغط الايفابوريتور 4 بار، او ممكن اقول لك بالميجا باسكال او بار. انت المهم انا قلت لك ان ال 10، ان الواحد ميجا باسكال بيساوي 10 بار. المهم جات لك بقى ميجا باسكال، جات لك بالبار. المهم شوفها على اساس الخريطه بتاعتك. انا بقول لك هنا الكوندنسر اتفقنا دلوقتي 10 بار والايفابوريتور 4 بار، عملت هنا خط وعملت هنا خط. فيها مشكله؟ تمام جدا. بالخطين اللي انا عملتهم دول اقدر اجيب اتش 1 واتش 3 واتش 4. اجيبها ازاي؟ نبص كده، او واخد خط، انا جايب لك خطوط راسيه اهي ومحطه على واحد. طب اشمعنى انت حطيت هنا؟ بقول لك ايه؟ بقول لك شوف كده، خط ضغط الايفابوريتور مع ضغط او ده او خط التشبع، الاثنين اتقابلوا في نقطه، هي دي النقطه بتاعت واحد. هو واخد نقطه من عندها ونازل لتحت او اطلع لفوق. طيب لما اجيب الاتش بتاعتها، بص كده معايا الاتش بتاعتها قد ايه بقى؟ طب سيب التحميل دلوقتي وركز معايا، كله ظهر قدامه الشاشه ديت. لما انا خدت من النقطه دي ونزلت لتحت، حد يقول لي كده قيمه الانصلاب قد ايه؟ اقراها بس. قيمه الانصلاب هنا يا جماعه شباب بالظبط 400، وادي عندك ادي 10، هي بعد 410 وقبل 420. يبقى 415 18 تمام 17 تمام. هنقول 415، هنقول 415 تمام. بص كده معايا، انا جبت هنا اتش 1 هم كاتب هنا 415. انا خلاك البرنامج هو اللي يحسب لك يعني، ما تقلقش خلاص، بس انت طلع بس الـ من عليه صح كده، جبت واحد. طيب نيجي بقى، عايز اجيب لك 3 و4، الاثنين سهلين. اهو ماسك الخط ده، امشي بيه كده واشوف بقى تقاطع ضغط الكوندنسر مع خط التشبع في النقطة دي. أول ما الاقيها أهو، يعني النقطة دي بص تقاطع 3 خطوط، الخط اللي بالعرض ده وخط التشبع والخط اللي أنا عملته، يعني النقطة دي طالع منها 3. طيب أقرأ بقى كده، نقرأ كده يا جماعة، جيب لي اتش 3. اتش 3 طبعا بتساوي اتش 4، اللي يقدر يقراها يكتبها يا جماعة. 180 200 200 و... يا شباب 200 210 تقريبا 215. صح تمام، هنقول 215. الله ينور، يبقى اتش 3 واتش 4 هم كاتبها هنا. شوف انا عامل لك نفس الخريطه، هنقول 217 يا عم مفيش مشكله، 217. يبقى احنا كده اول ما عملت الضغطين دول طلعت اتش 1 وطلعت اتش 3 وطلعت اتش 4، لقيت اتش 3 هي اتش 4. الموضوع بسيط جدا، ان انا اعمل ضغطين وهم عامل الخطين دول جبت منهم الثلاث نقط دول. بعد كده عايز اجيب بقى ايه؟ ماشي، احنا بنجيب الاصح يعني، انت فرق مثلا 5 ماشي تمام، اكتر من كده تبقى صعبه شويه. المهم انا عندي النقطه واحده اهي، انا عايز اطلع بقى خط بثبوت الانتروبي لحد ما يقابل خط ضغط الكوندنسر. انا جايب الخط ده
ده موازي لخطوط الانتروبي، قوم حاطط كده وامشي بقى بيه. بص كده معايا، خط موازي لخطوط الحاضر اول ما يقابل خط ضغط الكوندنسر في نقطه، هي دي نقطه رقم 2. اقوم واخد ده كده وحطه هنا. نقرا بقى يا جماعه، ها واحد يديني رقم قريب. هو بعد 440 الله ينور عليك، 442 صح تمام، 442. بص الموضوع بقى كده خلاص، الموضوع كده انا خليت لك الملف هو اللي يعمل لك كل حاجه، اهم حاجه تاخد منه 3 اتشات دول، تاخد منه 3 اتشات صح. طبعا انا هنا بجيب التأثير التبريدي اتش 1 ناقص اتش 4، اتش 1 هنا 415 ناقص 217 اداني 198 كيلو جول لكل كيلو جرام. معايا؟ طبعا الارقام اللي انا بقولها دي ارقام من دماغي، يعني ارقام اي ارقام، بس المهم ان احنا نشتغل على الخريطه صح واطلع الاتشات صح. نيجي بقى لشغل الضغط. قلنا ايه؟ اتش 2 ناقص اتش 1، اتش 2 هنا 442 واتش 1 415 يديني 27 كيلو جول لكل كيلو جرام. اجيب بقى معامل اداء اللي هو بيساوي الاثنين دول، التاثير التبريدي اللي هو 198 على شغل الضغط اللي هو 27 اداني 7.3. طبعا ده الرقم ده مش مظبوط، لان المفروض معامل اداء يبقى اقل من واحد. كده تمام يا جماعه، 1133 دي ايه؟ كتبت الرقم كده خلاص. طيب دي بالنسبه لخريطه البي اتش، موضوع بسيط جدا. لو جيت قلت لك بقى اللي احنا النهارده ايه، عشان بقى ننهي موضوع السوبر هيت والساب كولينج وعايز احسبهم، نشوف مع بعض بقى الحسابات اساسا جايه لي كلها من خريطه البي اتش. طيب انا عايز احسب السوبر هيت، طب هديك ايه؟ الار اي ريفريشنت افكت اللي هو التاثير التبريدي، الدبليو سي ورك كومبريسور اللي هو شغل الضغط، السي او بي معامل الاداء لدار التبريد. نبص مع بعض، انا ممكن قلتها بدل الكفاءة ممكن الكفاءة اقل من واحد صح، ان دي مش كفاءة مظبوط. نيجي بقى نحسب مع بعض السوبر هيت. طب عشان اجيب السوبر هيت انا عرفت كده عندي، انا عرفت عندي ضغط الكوندنسر وضغط الايفوبريتور صح، ده ضغط التشبع في الكوندنسر وضغط التشبع في الافبريتور. عشان اقول لك هات لي السوبر هيت، لازم اقول لك درجه الحراره. مثلا لو احنا بنتكلم في السوبر هيت يبقى احنا بنقول لك درجه الحراره بعد خط المبخر او في خط السائل او خط السحب. طب هقول لك درجه الحراره مثلا سالب 10. انا بدي امثال يعني ايه، ارقام مش مظبوطه يعني اي ارقام، المهم ازاي تحسب السوبر هيت. لو قلت لك سالب 10، نبص كده مع بعض، سالب 10 يعني احنا بنتكلم هنا سالب 10 اهو، انزل كده يعني انا بتكلم عن انزل على خط التشبع، هو ده التحميص. طب مقدار التحميص حد يقدر يقول لي كام يا جماعه؟ التحميص يا جماعه حد يحسبها كده؟ أنا بقول لك درجة الحرارة خط السحب سالب 10. لا طبعا غلط. بص يا جماعة، مش احنا هنطرح درجة الحرارة دي من دي؟ أنا بقول لك درجة حرارة السحب سالب 10. طب أشوف هنا الضغط هنا كام؟ الضغط ومنه أجيب درجة الحرارة، هو واقف على درجة الحرارة. طب نشوف درجة الحرارة اللي عند الضغط ده قد إيه؟ بص سالب 40 سالب 30 سالب 20 سالب 10، يعني دي
معناها اللي هي سالب 20. اطرح الاثنين من بعض، 10 و20 تديني قد ايه؟ 10 درجات صح. طيب لو عايز احسب السب كولينج وقلت لك درجة الحرارة، نجيب خط كده، درجة الحرارة، درجة حرارة هنقول مثلا هنقول مثلا صفر صفر، يبقى السب كولينج قد ايه؟ درجة الحرارة اللي انا قستها بالترمومتر او قستها بأي جهاز يقيس درجة الحرارة لقيتها صفر اهي. السب كولينج قد ايه؟ سالب 20. سالب 20 ليه؟ خلي بالك عليك نور، تمام. اللي كتب 9 و10 ده ممتاز، صح تمام. اللي احنا عندك هنا درجة الحرارة احنا بنتكلم في 10 درجات، وانا بقول لك درجة الحرارة انا قستها بالجهاز بتاعي لقيتها صفر. اطرح الاثنين من بعض هيديك 10 درجات، يبقى السب كولينج عندي هنا 10. الكلام كده كلام مظبوط تمام. انا كده خلصت المحاضرة. اللي حد بقى لو عنده سؤال هنبتدي ان شاء الله المحاضرة الجاية ان شاء الله تبقى محاضرة مهمة جدا، اللي تعتبر من اهم المحاضرات اللي انا هديها. انا هتكلم بقى على نظم تكييف الهواء، هجيب لك كل النظم زي ما جبت اتكلمت معاك المحاضرة اللي فاتت، هجيب لك من اول تكييف الشباك لحد التكييف المركزي، هجيب لك كل النظم الموجودة. فان شاء الله المحاضرة الجاية كل سنها محاضرة تبقى ممتازة ان شاء الله. ولو انا مش هقدر احضرها الاسبوع اللي جاي انا هعرفكم قبلها بكذا يوم، بس ان شاء الله احنا موجودين مع بعض. طيب واحد بيسألني سؤال بيقول لي قدرات الضواغط والقياس بالتن التبريدي. بصوا يا جماعة عشان الموضوع ده ناس كتير بتغلط فيه، الموضوع ده السؤال ده سأل لي كتير قوي. في فرق يا جماعة اللي انا اقيس بالحصان وانا بقيس بالتن التبريدي. اولا لازم تعرف انت هتقيس باور كهربا ولا باور حراري. لو انا بتكلم على تن تبريدي وانا بتكلم كده على حراري او شغل ميكانيكي مش كهربي، انا عايز اقيس حاجه كميه حراره بتطلعها لي قد ايه او سعه قد ايه قدرات قد ايه. عندك لتن تبريدي؟ طيب حاضر، لا اما تن تبريدي لا اما كيلو وات لا اما بالبي تي يو لكل اور. طب الواحد تن تبريدي، الواحد تن تبريدي بيساوي 3.5 كيلو وات، الواحد تن تبريدي بيساوي 12000 بي تي يو. لو حد عايز يسالني في النقطه دي يكلمني. اما بنتكلم في هورس باور احنا بنتكلم في باور حراري، انا اسف باور كهربي، باور كهربي عندي ممكن اقيس الباور الكهربي بالواط او بالكيلو وات او ممكن اقيسه بالحصان. اللي عنده سؤال في النقطه دي يكتب لي دلوقتي على الشات. طيب اللي بيسالني دلوقتي واحد سالني كتير في موضوع الاكسبانشن فالف واختبره، هقول لك تختبره ازاي. هتطلع هات الاكسبانشن فالف، ماشي، طلع هات الاكسبانشن فالف وصله بالصوانه مركب تبريد. انت دلوقتي هتختبره بره الدايره خالص، ماشي. هات الاكسبانشن ووصله بالصوانه مركب التبريد اللي هي الدخل بتاعه، ماشي، وانت هتبص على الخارج. طيب الاكسبانشن فالف مع بالب، صح كده؟ البالب ده بيحس بدرجة الحرارة، لما تكون درجة الحرارة مرتفعة
ايه اللي بيحصل؟ الاكسبانشن مصمم على اساس لو لقى درجه الحراره مرتفعه يعني معناه ان في حمل كبير، معناه ان تدخل كميه كبيره من مركب التبريد. هقلب الاسطوانه واخليها على الوضع السائل ماشي، وافتح الاسطوانه هلاقي كميه مركب تبريد طالعه من الخارج كميه كبيره ماشي تمام. هات بقى شويه تلج، شويه تلج وحط البلب ده فيهم، ايه اللي هيحصل؟ البلب هيحس بدرجه الحراره هيلاقيها ايه؟ انخفضت درجه الحراره، عماله تنخفض. ايه اللي بيحصل كده؟ معناه انا كده بقى بدأ يحس، كده معناه ان الحمل قل بدليل درجه حراره انخفضت. دلوقتي انا مش عايز ادخل كميه كبيره، فهيقلل لي كميه مركب التبريد اللي طالع. يبقى انا دلوقتي بعرض البلب لحاجتين، لما درجه الحراره مرتفعه امسك مثلا البلب مثلا احطه في ايدي واقعد مثلا ادعك فيه، فهرفع درجه الحراره وبالتالي هلاقي كميه مركب تبريد طالعه منه كبير، صح كده؟ ده الطبيعي. وانا مش عارف انا شرحت الاكسبانشن فولف ولا لا، بس هو لينا ان احنا هنشرحه ان شاء الله يعني ماشي. وفي فيديو لا عرضناه الاسبوع اللي فات تقريبا. يبقى انا قلت لك دلوقتي لو انت حطيته في ايدك يبقى انت كده رفعت درجه الحراره، هطلعت كميه مركب تبريد كبيره من الاكسبانشن فولف، ده امر طبيعي صح يا جماعه؟ طب لو انت حطيته في تلج يبقى انت كده خفضت درجه الحراره وبالتالي هيطلع لك كميه قليله. لو انت عملت الحاجتين دول ولقيت مره طلع لك كميه كبيره ومره طلع لك كميه قليله، ده معناه ان الاكسبانشن فولف تمام. طيب اللي بيقول لي الادق في القياس، موضوع الكيلو وات والطن تبريد والكلام ده، اللي عنده سؤال في النقطه دي يكلمني، لان انا سالت فيها كتير وبدات اجاوب على واحد واحد، فانتوا دلوقتي معايا كلكم في قاعه واحده، فاللي عنده سؤال في النقطه دي، لان النقطه دي مهمه جدا وبيسال فيها كتير وبيتلخبط فيها ناس اكتر. دلوقتي الوحدات الحراريه يا جماعه طن تبريدي لاما كيلو وات لاما بي تي يو كل اور، دي الوحدات الحراريه. اما الوحدات الكهربيه عندك بالوات كيلو وات هورس باور، عندك الهورس باور اللي هو الحصان بيساوي 750 وات، وعندك الكيلو وات بيساوي 1.34 هورس باور او حصان. طب نتكلم فيها، اللي عايز يتكلم اللي عايز يتكلم يتكلم يا جماعه. حلو قوي السؤال ده، احيانا بتكون بيانات قدره التبريد للتكييف كيلو وات، ازاي احسب حمل الكهرباء؟ ده سؤال كويس. نظم التكييف ان شاء الله الاسبوع الجاي، محاضره مهمه جدا جدا لان فيها شغل، يعني الواحد لو مبتدئ هيفهم حاجات ما هتاخد مع وقت لحد ما يفهم، في المحاضرة دي هيطلع منها مختلف نهائيا. في نظم الفي ار اف طبعا انا اعمل لها ان شاء الله اعمل لها شغل، نظام سيستم محترم جدا اعمل له شغل ان شاء الله لما نخلص نشوف بقى لي وقت. الفي ار في وفي سي اي في برضه، في حاجات كده، في حاجات كتير هنشرحها. السلايد فيها تحولات؟ اه معايا، هوريها لكم دلوقتي. فنتليشن هنشوف والله حسب الوقت. الموضوع التبريد والتكييف موضوع كبير يعني، احنا عايزين نفتح الصوت بس عشان نشوف لو حد عايز يتكلم يا جماعه. لا يا دكتور، يعني على مجهودك وبجد، يعني الواحد بيستفاد كويس جدا يعني. ربنا يخليك، انت مشرفني. لا فهم. انا كنت عندي مشكله بس في حاجه، ان انا كل مره يعني انا حضرت دي التالت مره، وفي نفس الوقت باجي ادخل على اللينك بس الكود مش عارف اسجل فيه، فمش لاقي الكود. في نهايه المحاضره خليك معايا لحد الاخر وهسجل البيانات بتاعتك، الناس موجوده وهتاخد منك بياناتك. تمام. اتفضل يا حبيبي قول. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا دكتور؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله. الله يعزك، ربنا يخليك. استاذ حضرتك بس كان عندي سؤال طبعا بخصوص موضوع
الكمبروسر. انا طب طبعا عشان انا اعرف طبعا احدد الكمبروسر ده كام طن وكده، فانا طبعا برجع لل لا، انا الكمبروسر ك مش بالطن، الكمبروسور مش بالطن، اه بالاتش بي، الاتش بي اتش هورس بي او باور الكيلو او وات. بالواط او بالكيلو واط. اللي احنا تمام بنتكلم الطن تمام التبريده وحده حراريه، انت بتقيس الضغط كقدره كهربائيه، صح كده؟ تمام تمام يا تمام. دكتور تمام. فانا بس بستفسر بس بعد اذنك، انا كمهندس طبعا عشان اجيب قدره الضغط وكده كام اتش بي وكده والحمل بتاعه، فانا بضطر ان انا برجع لو انا مش عندي مش مبين معايا او مثلا الكمبروسر ده بالنسبه لي غريب او كده، برجع للكتالوج بتاعه او برجع للكتالوج بتاع الماكينه. ما هو تمام الروزيتا المكتوبة على الكمبريسور. على النيمبلت، النيمبلت برجع للنيمبلت. تمام وببدا ابحث على النت وكده وبرجع، هل في بيانات عندي بتبين لي الكمبروسر ده كام اتش بي عن طريق ال ار اي او ال ار ال اي؟ يعني في ناس بتقول في معادلات كده، فكنت بستفسر من حضرتك يعني هل في حاجات زي كده فعلا؟ ده الكلام ده غير المكتوب على الكمبريسور، يعني انت ما قريتش اللي موجود على الكمبريسور؟ لا لا، غير ان الموديل، غير الموديل هو طبعا ما بيكتب، ما الكمبروسر ما بيكتبش عليه كام اتش بي، يعني الكمبروسر ما بيكتبش عليه كام اتش بي. لا انت لازم بتعرف ان لا لا مثلا نعم لا، بيتكتب عليه اتش بي، لما بيتكتب عليه بالواط بيكتب عليه قدرة. ممكن بالواط، ممكن بالواط. طيب مثلا ما بالواط انا اقدر احولها للحصان، يعني انت لو عايزها بالهورس باور بس احول. في كمبروسرات مش عارف ما بيتكتبش عليها سواء بالكيلو وات او بالهورس باور، لا لا، لازم يتكتب عليه. فبضطر ان انا برجع للموديل بتاعي، للموديل اللي وافحص على النت وكده واشوف الموديل ده مطابق كام اتش بي وكده. بتتكلم على دايرة ولا بتتكلم على لا لا كومبريسور؟ انا، لا لا انا بتكلم على كومبرسور مش على دايره. ما هو كومبريسور مكتوب عليه، كومبريسور الموضوع بسيط. كومبريسور هتلاقيه مكتوب عليه يا اما بالواط يا اما بالكيلو واط يا اما بالهورس باور. احيانا بتكون بيانات قدرة. ماشي يا حبيبي، في اي سؤال تاني؟ لا انا كان عندي سؤال تاني ده قابلني فعلا، مشكله قابلتني بخصوص الشيلر. تمام فالشيلر جينا طبعا مره واحده كده لانه مش شغال، حصل تريب، يعمل تريب كومبريسور يشتغل في الاول ممكن 10 دقايق، ولا يعمل يشتغل 10 دقايق وكده بعد كده يعمل تريب. تمام جينا عملنا فلاشنج للدايرة ونظفنا الدايرة وبعد كده شحناها، اشتغل لمدة يوم وبعد كده لقينا تاني يوم عامل تريب الشيلر، لقينا تاني يوم عامل تريب. تمام. تمام انت بتاخد القرايات من على التشيلر وبتشوف الدنيا فيها ايه. انت المفروض الكلام ده انت بتعمل الحاجات دي كل ساعه ولا كل ساعتين، بتاخد القرايات هل ايوه القرايات دي ماشيين على مظبوطه جدول معين. ولا في تمام مشكله. ما انت الكلام ده هتعرف المشكله ازاي؟ اصل الكلام ده مش احنا نتكلم كده مع بعض اقول لك العيب في الحته الفلانيه. المفروض انت بتاخد داتا، ومن الداتا ديت لما تيجي تفحصها بتعرف انت المشكله فين، او بتبدا تحدد مشكلتك فين. تمام بس في حاجات يا اللي واقف دكتور ما اللي واقف على بتبانش التشيلر ليك، ايه؟ يعني في حاجات يا دكتور ما بتبانش ليك الا يعني المصنع هو اللي بيعرفها، ان هو بيضطر يدخل على بيدخل اللي بيوصل الكمبيوتر بالشيلر وبيبين العطل بتاعه فين، احنا ما قدرناش نعرفها. ازاي؟ يعني فعلا انا ما انا جاي لك عشان اكمل لك كلامي اقول لك ان المشكله بانت فين. ايوه المهم جينا لما عملنا بعد كده عملنا فلاشنج للدايره وكده، ونيجي نشحن نيجي نشغل يعمل تريب، نشغل يعمل تريب. اضطريت ان انا اجيب المصنع وكده ويشوف لي فحص الشيلر ده فيه ايه المشكله وكده، فوصلنا للاكسبنشن فالف قافل. تمام الاكسبنشن فالف قافل، فالمشكله اتحصلت فين؟ حصلت فين؟ في الاكسبنشن فالف. خلي بالك ان التشيلر بيبقى موجود عليه روزيتا او بيبقى موجود عليه داتا انت تطلعها، يقول لك السوبر هيت بتاعك قد ايه، السب كولينج بتاعك قد ايه، درجه حراره الميه اللي داخله قد ايه، درجه حراره الميه اللي خارجه قد ايه، كل حاجه بيطلعها لك. انت فاهمني؟ تمام انت لو عندك حاجه مشكله في اللي انت بتتكلم فيها ديت هتلاقي النتائج دي اتغيرت معاك، وانت بتحلل النتائج ديت هتعرف مشكلتك فين.
يعني انت مثلا احنا لسه النهارده في المحاضره كنا بنقول ايه العلاقه بين كميه السائل المركب التبريد اللي داخل الايفوبريتو والسوبر هيت؟ علاقه ايه؟ علاقه عكسيه. لو تمام كميه السائل ديت قلت هزود من السوبر هيت. انت دلوقتي بتقول لي ايه؟ الاكسبانشن فالف كان ايه؟ مقفول او في مشكله فيه والكلام ده، فبالتالي هيدخل لي تمام كميه قليله من مركب التبريد، هيدخل لي كميه سائل قليل، وبالتالي هتلاقي السوبر هيت زاد. فانت لو بتقرا الكلام دوت من على التشيلر ولقيت السوبر هيت بتاعك زاد، عرفت ان انت عندك مشكله بالفعل، وانت بدات هتحددها. انت فاهمني؟ يا تمام اما في الميه اللي داخله، يا اما في عندك في الاكسبانشن فالف. انت فاهمني؟ في مشكله، فبتقدر تحللها من الحاجات اللي انت هتقراها. اقول لك على حاجه، في جهاز كنت انا اتكلمت عليه في المحاضره اللي فاتت، كان في واحد عرضه عليا من الامارات اللي هو عايز نشتغل بيه هنا في مصر. بتعمل ايه؟ بيجيب الجهاز بتحطه بتوصله بحاجات بالتشيلر، درجه حراره الميه الداخله، درجه حراره الميه الخارجه، بيخليه يقرا البريشر في الكوندنسر في الايفابوريتور، بيقرا كل حاجه. انت فاهمني؟ بريشر وتمبريتشر، وبياخد النتائج ديت بتاخدها بتحملها على النت بتوديها بره في السويد تقريبا، الشركه المصنعه للجهاز ده. الجهاز ده عامل زي بص شنطه السوسونايت، شنطه بس كده ده صغيره. موال كبير يا شمس، معلش لا ده مش موال، انت بتاخد القرايات دي بتبعتها، بتجي لك بعدها بساعه يقول لك المشكله عندك فين. طب هو عمل الكلام ده بعديها ازاي؟ بساعة على طول. اه عمل ايه؟ قاس درجه الحراره وقاس البريشر، قاس هنا وهنا وهنا وهنا، ويقول لك المشكله فين. ده منين؟ من القرايات اللي انت طلعتها له. يعني انت لو تمام طلعت صح. القرايات ديت وانت فحصتها كويس وحللتها، ممكن تحدد انت المشكله فين. بالظبط. تمام يا دكتور، ماشي، ماشي حبيبي، جزاك الله خير. لا ماشي تحت امرك. لا لا انا ايه، الناس كلها طالبه ديزاين. ديزاين موضوع مهم طبعا، بس احنا قبل ما نتكلم في ديزاين وقبل ما نتكلم في الموضوع ديت، احنا ابتدينا الاسبوع ده والاسبوع اللي فات واللي قبله اللي احنا نتكلم في اساسيات. ابتدينا من البدايه خالص، يعني ايه تكثيف ويعني ايه تبخير. خدنا الموضوع من تحت، اللي احنا معانا ناس لسه ممكن بتبتدي، معانا ناس ممكن تكون طلبه لسه بتتعلم، فمش نقدر نديهم في اول ما تيجي نبتدي يلا يا جماعه احنا نشتغل ديزاين. فانا ما حبيتش اخد السلم من الدرجه رقم 5 ولا 6، ابتدينا من السلم من الدرجه الاولانيه، بحس ان انت ماشي معايا فاهمين يعني ايه سوبر هيت وسب كولينج. الكلام ده احنا عدناه النهارده والمره اللي فاتت، والنهارده طبقناه على خريطه البي اتش، واشتغلت انت معايا، في ناس اشتغلت وبدات تبعت لي درجات. خد ملف الاكسل اشتغل عليه اتعلم عليه، مهم جدا. قبل كده جه واحد مثلا سالني بيتكلم على الحراره الكامنه كام، مش بتتقاس بكام. ده احنا دلوقتي زي ما اشتغلنا على الخريطه دلوقتي كميه الحراره اللي بيمتصها المبخر جبتها ازاي؟ ما انا جبتها من على الخريطه. هل انا كيمو وانا حافظها؟ لا، انا عندي ضغط الايفابوريتور موجود عندي، اقدر اجيب التاثير التبريد اللي هو كميه الحراره اللي هو هيمتصها، اللي هو هيمتصها مركب التبريد. ما احنا قلنا مركب التبريد عشان يغلي ويتحول من صوره لصوره لازم يمتص حراره، امتصاص الحراره ده هو ده التبريد اللي حصل، خد الحراره من الحيز اللي انا عايزه، وبالتالي حصل موضوع التبريد. برنامج الهاب يا جماعه لما نخلص الكورس ده، برنامج الهاب يعني مساحته قليله جدا، ده هو ما يجيش 10 مين. المهم ان شاء الله اشوفكم المره الجايه، كنت سعيد جدا بيكم، استاذن انا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.